أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتاي مع السند كسلوا على ورقة قرب نمي أعلن سيدة ميديا وقرب نمي جمعاء خطبة حساسية ينو سوصعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية حاج موسى السودية لحوية تليه ورنسة تورية رأو ديارين هي عيدة مدى بدبادة قرن إسلام مركاسنا قرشيي سيدي دالك اللوغو بدبادين لها في الصوماليا شر حساسية أي يشن كورانا يشن سراكيل سياسيين هي قناعساتو أي أشالي كدعي مقالة المقدشو كاسي أول لغو آميي إن دالك أو أباهن يهي بدبادة قرن سيدة أو شيغي تليه ورنسة عبد الرحمن تورية أو كقريب على الشركاسي كلن كأي واحد أو كلاجوب جوك أها سنة الحاج موسى سودي يلحو أو هرمود أها دجال ذي بدبالة قرن إلهو هر استعجل إسكوديجي مدة كرر سجى مدح وينها مدحليت كيسد مالي محمد عبد الله فرماجو وقدام بين تينا جبي أها بلا في شليي وحان كلا سو شيكا استي سنة الحاج موسى سودي يلحو الله حفظه حالة دالك أمر يو إيا سيد الله إسكو سمت بحن لها وحان وذاقناي قرش إيا التلوي المهيم أهي أو حيلي قود الله سو بندق الدورة أيو يري عبد الرحمن تور يري كوانك أيا وحان لجوغي غنا عصتو إيا سراكيل أد مهيم أه أو آنان هاد دونين إن آن سو بندق سوير ردود إيا قرش رودا دالك إن أو بدباد أو باهن يهي هوست أيا كسحيحني أيو يري عبد الرحمن تور يري كوانك أيا يمد أيا لأو ورر كأي شيغيان إن مدوغا مشرحين تمعاركا يقرشين يان إن عيدة مدى بدبالة قرن مركلا لسو قليو مقالة المقدشو سلو جوجي الدورشو بوبكا هي دالكا كسعوتا توريارا ايا دوان لو ديري إنو اترتمو كورسيغا بيشيسا أو أحب إبر لحدان يتضوبو كاسي أو مدحوين قرقر وبوبي تلياكو ميلقار كاه إنسا نقر قبي ياسين عبدالله فري وحا كورسي قاسي صحيحي دبادلف نبادون عبدالله قيد شدور أو آنان أهين أو بغا سحظة أه إله صحيحة بلسي أه أضيب كحيراً مدحتويدا في الصوماليا أشقيه فهد ياسين يفرماجو إمام كبيلها مدلود إمام محمد يوسف أيا عديي إن نبادون كسحظة أه ويهي علي جيستو إسلام مركاسين اللود بفديسان أيو صحيحة سحظة أه إهوب إبر لحدان يتضبو إمام كأيا فرين أدري قدقة حالين تخلافات كأوها تاناي هورتالو دعوة كرسي قاسي إسلام مركاسين الشيغي إن أي أرهن تاسي السيدة أغو سحسن كسو جوابان لنا عكال وراركي قدن بي إهلا ويكي يجب دي ولا لها أها إي حالي لقد لي مقدشة أو شيغي إن أن لآسي دونين إنت لسو قبانيو نقر قبياشي أسكرت أها إي سيدة بريرك أها أدي لي لبداسي ولا لو سكرية محمود حسين كلفوغ إيا السودة محمود حسين كلفوغ أو أها لبا ولا لا أه أو حالي عيدة مكاترسان كوة دولاد دا أي كود دلين مقالة المقدشو أيا وحا ميت كود الله ديجا إسبتالك صومالي سودانيس خاركة ترسان إهلا دا مرحومين تا أيا ورباهن تاو شيغي إنان ميتك مرحومين تا لآسي دونين إنتا عدالد لوغ هلايو سيداسنا أي كوه شيين دمان قويسسكا لبغا مرحوم اي ولالها اه اي لدلي ميت كودا وحو نوغو جرا فرنجير كا وحانا اسكو افغراني انان لطابن ميت كاسي إلا لو هلو عدي ديشي إلا حد ما هينو عد آرين تاسي نغالا حدشو إيا عدي ديشي با وحانو موقتا اني سنجرين وح عدالد اه ايو يري آبا كميد اهي اي لده مرحومين تا عبدالرشيد محمود حسين او اه ويل لد شاي لبغا مرحوم ايا اسنا دن كيسا شاقي اني دولد او غفرديان ان آرين تاني لمرسيو وضد عدالة داهي سكري إيه سودا وحي أهاي ويل إيه قبر إسلاد دا شاي أو إيه وحنا بارتاي وحيونا شلكا كولا داعي إسكو إسكا دبكا وحي دعي لها وي دعين أيو يلسي برير أهاي اللو ديلي سيدو كلاقو إسكا مرحومين تايا شاقي إن ماشا لغو ديلي المهودة أيسان أهين ملوقة أمتولة أهاي تهاي عاسمة دي دالك دينا عكالة تال إسكا بولي إسكا صومالية دو ورك صوصاري ديلكي لبراسي ولالو أفاين كعيدة مدى بوليسة صوماليا دا عبد الفتاح آذن حسن أو أي قرب تاغيهين أهلا دا سكرية إيا سودة أو حالي لغود دلي مقدشة أيا فافاهين كبحيي وقدم بينتين أو أي كهدلين بوليسة صوماليا أفاين كأور باهين تاكولا هدلين مقدشة أيا شيغي إن دلك أو كدعاي حالي إسجو إسكا دبكا إسلا مركاسنا أي قيستين عيدة مدى ملتري أه أو سارن غاري عبد البلاء أه كواس أو شيغي إن أي فرين رساسي أي أغا فرطان وددا أو مشغول إيا جام فربلن كجري sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaasii ku daray in ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan hay'adaha dambi baarista ICID-da ay wado baarista kiiskaasi isla markaasina dhawaan war laga soo saari doono warkaani ka soo yeelay taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli maanta qaar ka mid ah eelada Sakariya iyo Sawda ay sheegeen in aan la aasi doonin meedka ilaa inta cadaaladda la horkeeni doono raggii askarta ahaa ee ilmahooda sida arxan darada ah u dilay si kastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho cadaalad waa ka dhamaatay. ف
fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah guuxa cusub ee magaalada muqdisho ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliya inta la eegtahay ma sahlan tahay in ciidamada badbaado qaran ay sidii abril weerar toos ah ku soo qaadaan amaba aaga fila Soomaaliya ay qabsadaan daqdaqaaqyo siyaasadeed oo ka soo horjeeda hannaanka dawladda uu wado doorashada ayaa ka socda magaalada muqdisho xilli dadka ay cabsi ka qabaan in isku dhac mar kale caasimadda marti gelin karto muuqaal la dareemay ayaa muujinaya in ciidanka dawladda aysan sahal noqon karin sidii 7 bil ka hor in lagu sameeyo mar kale iyadoo shaar beeleed loo gelinayo guuxa muqdisho ka jira ayaa ah in shaqsiyaad xildoon ahi ay abaabulka wadaan xamar si ay mar kale ciidankii badbaado qaran dib ugu soo celiyaan loogana hortago damaca nabad iyo nolol xilli mucaaradka ay doorasho boob ay ku sheegeen kuraasta golaha shacabka federaalka Soomaaliya isla markaasina ummadda Soomaaliyeed afka gacanta wada saaratay sida ay doorashada u socoto iyo sida loo boobayo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qorsheynaya inay sidii kacdoonkii muqdisho bishii abriil oo kale ay sameeyaan hase ahaatee ma sahlan tahay middaasi ciidamada dawladda ayaa talis walba la wargeliyey dhowaan in aysan shaarka qaranka iyagoo wata aysan qabiil aadi karin ama tallaabo laga qaadi doono ciddii lagu arkaa in ay dawladda ka baxda mucaaradkana u gasho uma fududaan doonto mucaaradka inay dagaal toos ahi la galaan sida uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dawladda hadda jirta ee rooble ugu madax fiiqan yahay sababtoo ah cid doonaysa cunaqabateen in la saaro ma jirto beesha caalamka ayaa ku filan in ay u aqoonsato qaswale qofkii isku daya inay burburiso dowladnimada soomaaliya taas oo siyaasiyiinta kaarkooda ilaashanaya sida sheekh shariif sheekh axmed iyo xubno uu ka mid yahay cabdikariin xuseen guuleed waana sababta loo yidhaahdo labadaasi musharax waxa ay xiriir hoosele leeyihiin fila soomaaliya hase ahaatee warkaasi si cad looma qeexin maadaama sheekh shariif sheekh axmed go'aamadiisa bannaanka ay yaalleen isla markaasina la arkay si kastaba ha ahaatee waa macquul haddii ay soo laabtaan ciidamadii badbaado qaran in sidii hore si ka fudud ay fila soomaaliya ku qaban karaan dhadhaqaaqyadii ugu dambeeyey ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho ciidamada dawladda federaalka soomaaliya taliska ciidamada ayaa la yidhi feejignaan xooggan sameeya baabuurtii aad ka shikisaane si toosa u qabta ummadii haydayowdaya mar hore dawgii ka hallaabay ummadii hay damiirtii dadnimadaaha laga saaray ummadii hay la dandaansadee lagu dul noolaado ummadii hay ninkii dililahay daba guclaynaysa ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii hay markii la isku diro lagu danaysaay ummadii hay dariiqay furtaba dayrka lagu gooy ummadii hay daqliga dhiibatee lagu dilow haay ummadii hay haldoorkay dhashaba lagu horduuxay damiir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dila idin dul joogaah galaalow dambeeye ma arag gesi daba joog adinkaa dayacay eeda wucogal ma dilateen war diiwaanka waxa idinku qoran waa damiir xumi hadba dowlad beebeen hoos dacar hoos taalo iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshaah waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesaah waa ka gada ku duulaamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kambani deeqdi laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seer tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad noo san jirin deginka aan joogno oo dulqaad ku nagu idil yahow nagu digayay hanadaayo noloshayna waa uga diraayayo waa dufayle aan garan xishood diina soo barane xilka inuu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday tan kale tamo haya inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqsiidiisi diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada hadan yara daraasay doc kastaba hadan fiiriyo dirada u saaray dabciga wata waa midka jalay ku diideeno odaygii darad kama duuna waa ul iyo dir war waa dhiga dameer oo kala waxisma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayeen naaxday dekadii haddaad muruxsatay ee dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn del ma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dah ma uga qaaday danti ow lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena dulkan hurda deyr ma ugu waabay cumarow diciiftaa iyo deequ xilataaba qoorqoor diciiftaa iyo deequ xilataaba caliyow diciiftaa iyo deequ xilataaba darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii
ظلمي إيو وحال لغوها يا دولماد علوس بريق يدنا وال لغا حرطون نولوشي لوديد وحانا لوغو سيدري هدنا واد الوضارات أساقا عنا ديقيا هديد دائم لغا ريبو دادكو أدين كمو يعيد كلكو مدن جيغاني قسلكو بادانانو غلا دول هورا يريي أفقا حاد دابو لوغو حري براشو واديق مدن دريقي مرتبال لغو دلو هايو ويادان دايعانون لحين مدح قدو ديسا داعدادو دن بيسا ودنوهو إلاد ماهي ما تادان لدلي ميداد كان لغو دل اويايو ميادان داري منجر كون ايدن دباحين الدو يادان ننكي دورا او داري جوين غارا هالك او كدو لان تغا لغد موضا در بيحوغ نواء انو هلايو قبل يد ديگاني ننك استبادد كيسو ايهاي دور لفان صدو اي تغال ايدن مفرن اي محا هادال ايدن ديد waxaan kula dardaarmaa bulshada dhabule deegaanka dulqaadinay lahaadaan wax badan umad dambeeyaan dagaal inuu bilowdo raba sidan dayayay danta uu naga lahayo san helin waan ka digayay dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayeen ninki dilay waxa iiga daranki nin idilay waxa iiga daranki u soo diray doqon miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnaceeb iyo waa aan raac sanad dugnay soo diyaar garow waa maxkamad lagu nadeeymayo adiga ya ragga duufsate wada dulaalina rashwaduna u daaiman tahay dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abi idin difaaceba daldalaad ayaa idin sugay daweyn qataba dhageysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.